استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عددا من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة ورؤساء البعثات الدبلوماسية في البحرين والوجهاء ورجال الدين والأعمال والصحافة والإعلام الذين رفعوا التهاني لسموه بمناسبة زواج سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة وأعربوا عن أمنياتهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بزواج ميمون ملؤه السعادة لعل المولى جلت قدرته أن يديم على آل خليفة الكرام الأفراح والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقد أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجميع على تهنئتهم بزواج نجل سموه وما عبروا عنه من مشاعر طيبة. Yeah.
يا قلب الخطأ.